السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وفي أتم الصحة يا رب العالمين. النهاردة بصوا، صحيت بدري وعملت كل الحاجات اللي انتوا تتخيلوها الصبح وفطرنا. بس أنا عايزة أقول لكم على حاجة، احنا النهاردة إن شاء الله نازلين نشتري طلبات الشهر، ربنا يا رب كده يبارك في أرزاقنا جميعا. فأنا دي تاني يوم ليا في نزولة المشتريات، لأن أنا عملتها على يومين. امبارح بالليل نزلت جبت شوية حاجات لأن مسك كانت نايمة وانتهزت الفرصة إن باباها في البيت فقعد بيها، واحنا نزلنا انا ومروان وماسة جبنا شويه حاجات كده، من ضمنها قطعتين جاتوه كده صغننين لان كان عليهم عرض، فجبنا قطعتين فقلت افطر بيهم. واحنا كنا اكلنا سندوتشاتنا الصبح وعادي وكله تمام، وقلت بقى ايه نص الحاجه اجيبها في يوم والنص التاني في التاني يوم او ايا كان، يعني المهم ان انا قسمتهم لان باباهم ما كانش معايا فالحاجه هتبقى تقيله شويه، فقلت اقسمهم يعني محدش هيجري ورايا، خصوصا ان فتح الله جنبي جدا يعني، واخدين بالكم ازاي؟ فتتقضى باذن الله. فروحت كمان رنين في نفس اليوم ده اللي هو بعد فتح الله، خلصت رحت رايحة رنين، كنت عايزة اجيب مفرش هوريه لكم دلوقتي عشان الترابيزة الخشب. رنين دلوقتي عنده عروض حلوة جدا، وفتح الله برضو فيه عنده شوية عروض، بس في حاجات ناقصة كتير بسبب تقريبا كده ارتفاع الاسعار، وان مش كل حاجة موجودة بسبب التسعيرة الجديدة، فاظن كده ان هو اكيد هيسعر الحاجات بالاسعار الجديدة وهيحطها بقى. المهم كنت واقفة كده، وكنت كمان اليوم اللي قبليه شايلة التانك ده بتاع المكوى، وريته لكم قبل كده وقلت لكم مسك للأسف تعرف تفتحه، فتحه سهل جدا من فوق وبترمي فيه أي أكل في إيديها. هو قبل كده رمت فيه قطعة صدق كانت بتاكلها وللأسف عمل تعفن كده، والمية كانت ريحتها صعبة جدا، وأنا مكنتش واخدة بالي خالص إن المكوى ريحتها وحشة كده ليه، أتاري هي رامية فيها أكل. المهم بقى مروان برضو من يومين قال لي ماما التانك مفتوح ممكن تكون مسك رمت فيه حاجة. جيت اخد التانك فعلا عشان ابص فيه، لقيته شكله صعب جدا جدا، مش قادرة اقول لكم بقى. فاخدته نظفته ونقعاه من قبلها بيوم في مية وكلور وشوية صابون، ورجيته بقى دلوقتي اهو عشان انظفه، لان الفتحة بتاعته صغيرة ما يدخلش فيها فرشة، ولو دخل فيها فرشة اكيد مش هستخدم فرش الازايز بتاعت الشرب وكده، فقلت مش مهم انا هرجه وان شاء الله ينضف. الكلور بصراحة مطهر حلو قوي قوي، بيطهر اي حاجة من اي حاجة انت مش عايزاها. فقلت بقى التانك ده لا ينفع اركبه فاضي ولا مليان، انا هشيله خالص وقت ما اجي اكوي ابقى احطه، لان وجوده في المكان بيخلي ماسك تفتحه سواء فاضي او مليان هترمي فيه يعني هترمي. فنضفته بسرعه كده وسبته ينشف ومتصفي، ونزلنا بقى على طول بعد الفطار. تعالوا بقى ندخل فتح الله، واول حاجه هتقابلك اول ما تخشي يا ميش رمضان، كل سنه وانتم طيبين يا رب ويعيد عليكم الايام بخير. انا بصيت على الاسعار وانا واقفه نقلتها كلها وكتبتها كمان عشان ما انساهاش، بعتها كمان لزوجي على فكره على الواتساب وانا واقفه كده عشان الاسعار ما انساهاش، عشان هو كمان يبقى معايا في الصوره كده اللي هو هنشتري يميش ولا هنعمل ايه. والله ما عارف. بصوا بقى الحاجات اللي انا شفتها، خلينا نمشي بقى بترتيب الحاجات. بصوا بقى جوز الهند الناعم ب 170 جنيه، الخروب بتاع المشروبات ب 54 جنيه، الكركديه السوداني ب 230. كان في كركديه تاني كده مش عارفه جاي من دوله افريقيه تقريبا بس انا ما بصيتش عليه. السوداني المجروش الناعم ده ب 135 جنيه، السوبيا ب 115 جنيه، كل ده سايب تمام. المشمشيه بقى في منها 3 احجام، الحجم الكبير الجامبو ب 500، الوسط 480، الصغير ما لقيتش عليه سعر تمام، بس هو اكيد هيبقى ارخص 220 جنيه ولا حاجه او مثلا 30. الزبيب بقى، الزبيب انواع كتير جدا جدا جدا، بيبدا من 140 150 180 200 225 تمام. في منه الذهبي وفي منه اللي هو بيبقى لونه مغمق شويه كده بني، وفي منه اسود كمان. القراصيا بقى اللي هي بتبقى المخليه ب 400 جنيه، والجامبو الكبيره اللي فيها بذره ب 350، والاصغر شويه بس فيها بذره 300، والاصغر خالص برضو فيها بذره ب 275. دي كل الاسعار الموجوده هناك. بالنسبه بقى للقمر الدين، قمر الدين بيبدا من اول 65 جنيه، وفي حاجات بحاجه و50، بس بقى اللي هي اناناس ومانجا وفراوله ومعرفش ايه، في برضو حاجات بنفس السعر ده بس مش هي، بس انا معرفش جودتها ايه بصراحه خالص. المنال ب 85، والاحلام ب 100 جنيه تمام. تقريبا نفس اسعار السنه اللي فاتت، انا ما انساهاش ابدا، بتاعت السنه اللي فاتت كانت ب 100 جنيه برضو الاحلام. قلت انقل لكم الاسعار بتاعت حاجه رمضان كده زي ما شفناها. طبعا احنا مش هنشتري حاجه رمضان دلوقتي يعني، اظن لسه بدري شويه بصراحه، وفي نفس الوقت مش عارفه هل الحاجات اللي عند فتح الله دي قديمه ولا بتاعت السنه دي، الله اعلم. بس الحاجه بصراحه متغلفه ومتغطيه وفي منتهى النظافه، المشمش والحاجات اللي هي سايبه دي من عنده
طعم تاني خالص، ما عليهاش تراب، ما عليهاش، مش متعرضة للذباب والحشرات والكلام ده. هم بصراحة حاطين شرينكات على كل حاجة، لولا بس ان هم بيعبوا للناس، وفي ناس بتشتري على فكرة، بس لسه الكميات مش كبيرة، الناس اللي بتشتري لسه مش كتير. المهم بقى هنا دخلت بصيت على الكنكة دي، كنت هتجنن عليها بصراحة، اللي هي كتل، كتل بس القاعدة بتاعته منفصلة، مش زي اللي عندي اللي هي حتة واحدة كده تحطي الفيشة منها فيها، لأ دي ليها قاعدة زي قاعدة الكتل العادي، بس للأسف الراجل قال لي إن هي بايظة، هي كانت آخر قطعة عنده وكانت بايظة، وكان سعرها ممتاز بصراحة يعني عن مقارنة اللي بشوفه بره، كانت 275، فما اشتريتهاش. المهم بقى ركبنا رحنا رنين، الجو زي ما انتوا شايفين كده حاجة صعبة جدا جدا، مطرة رهيبة، بس احنا كلنا كنا لابسين لبس مطر، وكمان معانا الشمسية، ومسك بقى بص اكتر واحدة كانت متكلفتة الناس في رنين طبعا مش حاسين جوه بالهوا واللي بيحصل بره من ناحية المطر وكده، فكان كل اللي يشوف مسك من جوه يقول لي هي الدنيا ساقعة قوي بره كده، هي الدنيا بتشتي كتير، اقول لهم ده انهار بره بتحصل، بس الحمد لله يعني الجو كان ساقعه. بس عايزه اقول لكم البيوت جوه اسقع بكتير من الشارع، الشارع ساقعه مش هنكر، بس بره جوه البيت ساقعه قوي. المهم بص بقى، انا كنت نازله عشان اشتري ايه، مشمع او مفرش للترابيزه، المفرش انا عايزاها شفاف، ما لقيتش في فتح الله، ما عندناش احنا قسم المفروشات ده اللي هو بتاع المفارش، المهم لقيت الشفاف خالص عشان انا عايزه اللون الخشبي بتاع الترابيزه ده يبقى باين، فقطعت منه متر واحد لان العرض بتاعه كان حلو، العرض بتاعه كان 1.40 متر، فما شاء الله يعني هيغطي معايا الترابيزه كويسه، غير ان انا اتفاجئت بسعره، يعني انا قلت مثلا هلاقي المفرش ده ب 30 جنيه حاجه كده. احنا لسه راجعين اهو من رنين ومن فتح الله، انا اصلا نزلت رنين عشان اقطع المفرش ده، ناس كتير قالت لي الترابيزه دي لازم تتحمى يا اما هتتخربش وتبوظ وتقشر، وبصراحه عندكم حق، فانا بصراحه قلت احسن حاجه اجيبها هو مفرش شفاف. بصوا بقى هو خامته يعني مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، بس في نفس الوقت مش الصوت المشمع اللي هو زي الكياس، يعني ماسك نفسه بصراحه حلو قوي. المتر منه كان ب 65 جنيه، انا جبت متر واحد لان هو عرض 140 سنتي، فما شاء الله هيغطي الترابيزه، الترابيزه دي مقاس متر وخمسه في 70، فلما اجيب متر في 1.40 متر هتبقى حلوه قوي. قولوا لي بقى انا دلوقتي عايزه افرشها كلها، هل اقطع المشمع على قد كل قطعه من دي، يعني الجزء ده انتوا عارفين ان هو بينفصل، وده لوحده وده لوحده لما بتيجي تتقفل، فانا دلوقتي اقطع منها بحيث ان كل واحده تبقى ليها مفرش خاص بيها، بحيث ان انا ابقى ملزقاه مثلا من تحت ومثبته بسوليتيب، ولا اخليه مفرش، ولا اخليه مفرش زي ما مروان عايز بيقول لي؟ لا قطعيه، اقطعه عشان لو اتقفل مفرش هيتقطع. ما انا عارفه، انا اقصد ان انا لو خليته مفرش اخليه على طول ثابت، يعني ان انا اشيله ساعه ما نيجي نطبقها واحطه ساعه ما اجي استخدمها، بس هيبقى متعب يعني، ولا اقطعها واخليه ثابت كل قطعه منفصله بذاتها ومفروشه اوريدي اصلا يعني. بصوا اهو هو ده حجمه، كده حجمه، شد كده مروان اهو، يعني وهي على الترابيزه هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي طبعا انا مش عايزه اجيبها ملونه، انا وريتكم الوان كتير في فرانين، بس انا ما رضيتش اجيبها ملونه لان هتبقى عامله زحمه، انا عاجبني قوي اللون الخشبي ان هو يفضل يعني انا افضل سايباه كده على وضعه، واخدين بالكم ازاي؟ فاولا يعني انا هسيبها مؤقتا لحد ما اشوف رايكم في التعليقات بصراحه، وتعالوا بقى نشوف المشتريات، احنا جبنا حاجه الشهر امبارح والنهارده، يعني نزلنا مرتين عشان بس ايه الدنيا كانت زحمه وعشان المسك، فتعالوا كده نجيب كيس كيس ونشوف جواه ايه. بصوا اول حاجه هنا في الكياس انا جبت كيس التوست ده، ده توست اسمر انا جايباه من فتح الله من المخبز بتاعهم. التوست بكام يا ماسه؟ ده ب 31 جنيه، تمام. انا بحب حاجه فتح الله بتاعت المخبوزات قوي، تبقى طازه. جبت كمان الخل ده، خل الروز جاردن وريته لكم قبل كده وحلو جدا على فكره، ده مش خل، كاتشب. في كاتشب ده، كاتشب، كاتشب روز جاردن عامل كام ده؟ ب 25 جنيه، تمام كده. جبنا كمان سيرم للشعر، لسه معلق الشنطه عشان ما نرميش الكياس ده، بندولين سيرم شعر لمنع التساقط والتقصف والتلف، حلو قوي على فكره، يعني انا شميته وشفته بس انا لسه مجربتهوش، ده انا جايباه الماسه لل يعني للتمشيط اليومي، يعني للتسريح
في نفس الوقت ايه لو في عندها تشابك او حاجه، انتوا عارفين يعني مثلا ممكن تكون مسيبه شعرها او جزء من شعرها فبيبقى في تشابك بسيط، فقلت اجيبه لها. انا بستخدم ليها جوز هند طبيعي، زيت جوز هند طبيعي بس مش اكتر من كده، فقلت اجرب ده برده يبقى عندي. ده ب 140 جنيه. هو القوام بتاعه سائل شويه، بيبقى سائل شويه مش كريمي، بس يعني ايه القوام بتاعه حلو قوي. بصوا عامل زي الزيت اكتر، يعني ايه زيت اكتر مش كريم. ريحته كمان حلوه جدا على فكره. منتجات بندولين كلها انا بتعجبني بصراحه، وكمان مصريه. ده كان سعره 140 جنيه. خلاص كده ده بالنسبه لزيت الشعر بندولين والكاتشب. جبت كمان بقى ايه الشمعات بتاعه الفلتر ماركه تانك. انا بجيبها من فتح الله، كنت بجيبها ب 80 بعد كده 90، امبارح لقيها ب 190 جنيه. هما بيبقى للفلتر الثلاث مراحل، بيبقوا عباره عن اربع شمعات، اثنين مرحله ثانيه وثالثه، واثنين من المرحله الاولى، لان المرحله الاولى بتتغير كل 3 شهور، اما المرحله الثالثه والرابعه بتتغير كل 6 شهور. فده شكلهم من جوه. تمام كده، انا بجيب الفلتر الثلاث مراحل. بس فده سعرهم 190 جنيه. جبت كمان هنا الكلور كلورين. انا بصراحه استخدمته كتير معاكم، بقالي مثلا شهرين ثلاثة من ساعه المقاطعه، وبصراحه حلو جميل قوي. جبت بالليمون. اللتر ده عامل 17 جنيه. اللتر ده عامل 17 جنيه بالليمون من شركه اتكو. تمام، احنا اتكلمنا عنها كتير. خلي المنظفات هنا. وجبت مكرونه، هطلع لكم المكرونات مع بعض. الولاد هم اللي مساعديني، مروان وماسه واقفين ورا الكاميرا. جبنا بقى هنا كمان مخلل، مخلل خيار اللي هو التحرير، المخلل الصغنن القش ده حلو جدا. الكيس ده ب 28 جنيه. وجبت كمان اكياس الفرن اللي هي الحراري، كيس الحراري بس الحجم المتوسط بيبقى فيه 3 اكياس. دول كانوا ب 13 جنيه. 13 جنيه فيهم 3 اكياس، حلوين جدا على فكره، من ماركه كوين. كان في ماركه ثانيه بس انا متعوده على كوين دايما. تعالوا بقى نشوف هنا. جبنا علبه البروبيف دي عشان نعمل بيها الغدا النهارده، كورن بيف اللي هي بتبقى برازيلي، هي تقريبا معظم الماركات اللي موجوده في الاسواق هي البرازيلي، وبيبقى مكتوب عليها حلال و340 جرام، ودي كان سعرها 69 جنيه. تمام، 69 جنيه. ان شاء الله النهارده نعمل بيها الغدا. جبنا كمان تونه 3 ام اللي هي القطعه الواحده، ثلاثة مع بعض ب 140 جنيه، عرض على بعضه كده. خلاص، في منها الحار طبعا بس احنا ما بنجيبش الحار. جبت بهارات الشرق الاقصى، حلوة قوي 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 للبطاطس على فكرة، للبطاطس المحمرة خطيرة وطعمها حلو جدا. طبعا انتوا عارفين الماركات بقت دلوقتي مقاطعة، فاحنا بنجيب السايب بقى من فتح الله، برضه طعمه تحفة. الكيلو منها ب 220 جنيه، الكمية دي ب 15 جنيه، الكمية دي ب 15. خلاص، المكرونات اهي بقيتها، بس هقول لكم العسل. انا جبت عسل عشان نعمل مفتقة، مطلوبة مني من بكترة، وطبعا الجو ساقع بصراحة، الدنيا شتا وحاجات من دي، فاحنا عايزين نعمل بقى، نلحق نعمل. هجيب كيلو عسل، دول 800 جرام، فجبت انا عندي عسل في التلاجة، قلت هكمل عليه يبقوا كيلو. خلاص، هوزن باذن الله 200 جرام كده او في كوباية معيارية، ونبقى نعمل كيلو عسل. المهم بقى العسل ده بكام من فتح الله؟ ب 39 جنيه، 800 جرام ب 39 جنيه. خلاص، المكرونات بقى شعريه وشعريه تاني. لا دي حلويات. نعم، دي حلويات بتاعت الولاد، خليها هنا. احنا بنجيب دايما الحاجات اللي هي المصريه عشان ايه المقاطعه. فوكس. ايوه فوكس، هو المصري، هو وتايجر شريمبو ورينجو، كلهم من شركه واحده تقريبا. المهم بقى جبنا المناديل. المناديل دي من شركة ست، قالت لي من شركة ايه؟ من شركة وايت. شركة وايت بتاعت المناديل دي اسمها مور. مور 500 منديل ثلاث طبقات، وكانت ب 56 جنيه. تمام، هي تقريبا كانت اقل سعر هناك في العروض يعني. المناديل من الحاجات اللي الواحد محتاجها في الشتاء جدا بصراحة، ما بقدرش ايه استغنى عنها. طيب بسم الله، بصوا بقى هنا جبنا ازازة خل اسمها السيدة الأولى. اللتر ده ب 13 جنيه، ده كان تقريبا اقل سعر موجود هناك.
انا بالنسبه لي اي خل على فكره بيبقى حلو يعني، في ماركات حلوه بس كلهم في الاخر واحد. بصوا بقى جبت اكياس الكمامه كمان اعزكم الله، يعني بتبقى 70 في 90 نفس اللي انا بجيبها كل شهر، اسمها سيلا، ودي كان مش عارفه بقى سعرها زاد ولا لا، بس هنحاول كده نشوف. اقفلي دلوقتي اهي ب 35 زي ما هي، نفس السعر زي ما هو، بيبقى فيها تقريبا 14 كيس، 14 او 15، اه هي نص كيلو تمام كده. واحيانا بحط اكياس فتح الله عادي في الباسكت يعني. بصوا بقى جبت المارشميلو ده قلنا نجربه، اسمه ايجيبت فود، شركات مصريه حلوه قوي قوي يعني. بصوا انتوا لو تشوفوه كده تقولوا عليه مستورد او تركي حاجه زي كده، بيبقى ملون من جوه، ده سعره 10 جنيه عجبني قوي، وطعمه كمان حلو جدا على فكره. انا قلت اوريه لكم عشان الاطفال. بصوا بقى القهوه الكاكاو، انا دايما بجيب معاكم درين خلاص، قلت بقى اجرب مشروبات اطفال. بصوا روز جاردن عامله مشروب شبه البسكويت حلو جدا، انا شايفاه شكله حلو لسه مجربناهوش. ده فيه كام؟ 77 جرام، 77 جرام طبعا هو محلى مش خام تمام كده. المهم بقى ده سعره كام؟ روز جاردن ده ب 18 جنيه، 18 جنيه ده اللي شدني فيه اصلا عشان سعره 18 جنيه تمام. بصوا بقى الكاكاو ده اللي عجبني جدا، ان هو خام، اسمه ماجيك كاكاو خام ماجيك. الكميه بتاعته قليله مش كتير، بس انا حسيته كده محترم في نفسه، 100 جرام هو قد بتاع دريم اللي انا بجيبه. بس ده بقى مصري، وقريت ان هو مصري، ان شاء الله هيطلع مصري 100% عشان انا بتصدم والله من تعليقاتكم. المهم ان ده ماجيك، الكميه بتاعته 100 جرام وسعره عامل 23 جنيه على فكره، نفس سعر دريم، لا دريم 33 لكن ده 23. قلت اجربه برده، مكتوب عليه بقى ان هو فيه فيتامين سي، مضادات اكسده، فيتامين بي 3، تمام حلو خلاص. وجبنا كمان قهوه او بن شاهين، بصراحه انا القهوه عندي فيها مشكله كبيره جدا والله العظيم، فانا بفكر بجد يا اما هجيب العميد رغم انها غاليه جدا جدا جدا، يا اما بقى هنزل اجيب من المحمصه بتاعه البن البرازيلي، لان بصراحه مش عارفه في ايه. المهم دي ساده وسط 200 جرام، 200 جرام ايه يا لون؟ سعرها كام هقول لكم انا، ده ب 105، ب 105 200 جرام، اقل من الربع يعني تمام كده. هو متغلف تغليفه جامده قوي، بصوا تحسوه حجر مسحوب منه الهواء فاكيوم يعني خلاص. جبت دقيق هنا، جبت دقيق ريحانه، هو كيس واحد اللي جبته، عندي كيسين في الدولاب فوق، واحد الضحى والتاني الصقر تقريبا او الرياده حاجه زي كده. المهم ده سعره 23 جنيه، 20 او ب 25، هو تقريبا سعره 25 تمام. ايه ده؟ لا ايه؟ لا ب 30 عليه 426، ده سعره كان 30 جنيه ونازل عليه خصم 4 جنيه ونص تمام، فهو كان تقريبا سعره 25 جنيه ونص. اوكي ده كيلو. انا بصراحه الاسعار بقت عاليه قوي في الحاجات دي، فبقيت اجيب الحاجات اللي سعرها متوسط، كلهم ان شاء الله يعني يدوني اداء واحد تمام. تعالوا بقى نشوف هنا، جبت الكسكسي ده اهو، ده الكسكسي اللي هو بلدي او اللي هو ايه، اللي هو معمول ني، او هو كلهم نيين بس اقصد ايه ان هو طازه. فهو ده من الحاجات اللي هو ممكن تسيبيه زي التونسي اللي احنا بنجيبه بقى، بس طبعا سعره بقى عالي جدا دلوقتي. ده طازه خلاص، بيتعمل هنا في ابو يوسف على فكره، بيتباع طازه في فتح الله، وكاتبين عليه ان مده الحفظ بتاعته تبريد 7 ايام. ده لازم يدخل التلاجة على فكرة، من الحاجات اللي لازم تدخل التلاجة، وانا لو فاض معايا منه هدخله الفريزر خلاص كده. المهم الكيس ده كان ده ب 14 جنيه ونص خلاص، ده ب 14 جنيه ونص. خلوه هنا. جبت كمان الشاي الكرك ده، كتير اسمع عنه بصراحة، اسمع عنه عمري ما دقته، هو شاي بلبن بس بيبقى منكه، فانا قلت اجربه لان لقيت بواكي صغيرة بالشكل ده. الماركة نفسها اسمها تي بريك خلاص. جبت باكوين، قلت يمكن باباهم يعجبوا الموضوع فيشربوا معايا او انا اشربه، انا ما بحبش الشاي بلبن اصلا. انا انت؟ اوكي.
ده كام بقى؟ ده بستة جنيه ونص، الواحد بستة جنيه ونص. ان شاء الله نجربه. في منه على فكرة قطع تانية بس انا مركزتش، دي حاجة انا هوريها لكم لما نجربها عشان انا مش عايزة اقول لكم عليها غير لما ان شاء الله نجربها. خلاص تعالى مروان يبقى اقرب لك الاكياس دي لو سمحت. بصوا بقى، احنا جبنا هنا روز جاردن، حبيبتي الملايين اللي واقفين ورا الكاميرا هم اللي اختاروا الماركة، لان انا لما بجيب نوعيات تانية نجربها ما بتعجبهمش. بس بصراحة دريم كانت خطيرة، بس كميتها صغيرة قوي وكان فيها قطع بندق وكانت تحفة. ايه يا ماس؟ كاكاو بلاستيك. كاكاو ايه؟ اوكي. المهم يعني دي كيلو كانت عاملة 160 جنيه تمام كده. وكمان في هنا جبنا البخور، ده خطير خطير يا جماعة، اللي هو انسام، انسام مكة ده فظيع. احنا جبنا هنا اسمه استبرق، فريحته تحفة ان شاء الله يعني يطلع حلو. دي ب 30 جنيه عادي يا مروان، هي تقع. دي ب 30 جنيه فيها 10 اعواد، وخمسة فيها 10 اعواد. خلاص هنا برضو في مكرونة، بس احنا ايه مش هنصورها دلوقتي، هجمعها لكم الاول. هنا في مكرونة كمان. بصوا بقى، بصوا الحلاوة دي، لقينا سبيروس باتس، بس هي اللتر، هي منتشرة ما شاء الله، لقيتها كتير كتير كتير. اللتر دي احنا جبنا التفاح الاحمر لان هو احلى طعم عجبني، هو والاناناس واللي هو شبه السيفن اب. في حاجات تانية على فكرة، حطها لي هنا. طيب اوكي. المهم يعني اللتر ده بكام بقى؟ بكام يا مروان السبيروس باتس دي؟ ب 20. بجد مش حاجة و20؟ لا ب 20. ب 20 جنيه، هي لتر كامل ب 20 جنيه، عشان بره شفناها ب 22 و25 وكده. هنا كمان في مكرونه، خليها هنا. وهنا كمان في معطر فريده، بصوا بقى انا جبته للارضيات للمسح العادي، وكمان للمكنسه الكهرباء اللي عندي عشان الميه بتاعت التانك بتاعها بحب احط لها معطر جدا، يا اما احط لها كلور ابيض هو ده، يا اما بحط لها اي نوع معطر عندي، فقلت اجيب فريده ده خطير. انا جبت المره دي اللي بالليمون، جبته اللي بالليمون لان انا كان عندي العود، العود كان حلو بس عارفين انا من كتر ما بتعود عليه بحس خلاص مش قادره اتقبل ريحته، فكنت بحطه في ال يا مروان هدي، فكنت بحطه في اسمها ايه؟ الفواحه اللي بره تمام. جبت كمان زيت، مش قادره اقول لكم الزيت يعني ماساه، ازازه 750 جرام او 750 مللي ب 60 جنيه، يعني هنقول لتر ب 60 جنيه، يعني ايه ازازه زيت ب 60 جنيه او لو بقت لتر يمكن تبقى ب 70، ربنا يرحمنا يا رب. المهم بقى انا جبت صاني، هو صاني ده اظن كده ان هو خليط، مش هو مكتوب عليه دوار شمس على فكره، بس هو خليط، خليط دوار شمس مكرر تمام، اللي هو 2 لتر و700، 2 لتر و700. ده بقى كان سعره كام؟ ده كان سعره 2 لتر و400، 2 لتر و400. صاني ده كان بكام يا مروان؟ شيء اهو ب 188 جنيه معلوش عروض، 188. طبعا انا عشان اجيب كميه زي دي في كريستال او في حاجه شبه كريستال، هلا نعم هلا هلا مثلا ب 300، وشفت اسعار 400 والله العظيم انا يعني لا مش هدفع في زيت كده. المهم بقى انا هطبخ بيه مع سمنه مع زبده، المهم يعني هطبخ بيه، هنحطه في القلايه الهوائيه كده، هنتعامل بقى لان في حاجات انا بقليها، في حاجات بقليها بصراحه، مش كله بحطه في القلايه، يعني السمك والحاجات المشابهه ليه ما بحبش احطها في القلايه، السمك بحب احطه بس في انواع سمك ما بحبش احطها. خلاص كده. المهم بقى في حاجات بقى، بصوا احنا جبناها مجمده، انا جبت الفرخه الصغنطوطه دي من شهد عشان نعمل بيها الكنتاكي والحاجات دي، انا بقيت ادمنها على فكره حاجه كنتاكي، ان انا اعملها في البيت موفره جدا وحلوه قوي. ايه هجيبها. المهم دي الوزن بتاعها 1100 ل 1200 تمام، دي كانت ب 129 جنيه. وجبنا كمان جلاش، لفه جلاش ب 30 جنيه صح يا مروان؟ معرفش. ايوه انت اللي جايبها اصلا. لا انت. انا؟ ب 21 جنيه. لفه الجلاش ب 21، ايه يا ماس؟ لا سمبوسه ما جبتش معلش، بتاخد مني وقت كبيره مثلا اسفه فما جبتش. هتخلينا نعلمك. اوكي هعلمكم تعملوها عشان انا ما عنديش وقت. الزبده دي
الزبده دي المصري اللي بقول لكم عليها اهي جبناها، مش قادره اقول لكم والله العظيم حلوه زي هي. ملهاش ريحه قويه عشان برضو ابقى صريحه معاكم، جربوا في كميه صغيره. انت ممكن لو لقيتي دي في قسم الثلاجات والفريزر خديها للراجل عند الاجدان عند الجبن وقولي له اقطع لي منها حته قد كده للتجربه، عشان برضو ايه ما تصرفيش فيها كتير وفي الاخر تلاقيها مش حلوه او ما عجبتكيش على حسب. بس هو سعرها اللي عجبني، سعرها اللي عجبني وان هما بيقولوا عليها طبيعيه، فهي دي ربع كيلو دي نص، لا دي 300 جرام ودي نص كيلو. اه احنا كنا عايزين نجيب كيلو بس هما مش عندهم قالب كيلو على بعضه، هما مقطعينها اصغر عشان الناس تبقى تاخد ايه الاوزان اللي هما عايزينها. المهم دي 240 جنيه للكيلو، طبعا النيوزيلندي ب 400، فاحنا مقطعينها عشان سعرها. ايه تاني يا مروه؟ مفيش حاجه تانية في الفريزر هناك؟ طيب جبنا اه هو هاد ده من المخبز الطازه اللي في فتح الله، بيعملوا جوه الفرع نفسه، حلو قوي قوي عجبني جدا، احنا اتعشينا وفطرنا بيه اهو. رغيف حلو قوي وجميل. الكيس ده كان فيه 10 ترغيفه ب 17 ب 17 جنيه تمام. جبنا بقى النهارده كنت عايزه اروح اجيب زيه بس بيخلص، خلصان ما شاء الله يعني حاجه المخبوزات الطازه عندهم خلصانه. الكيس ده بقى ب 14 جنيه بس اللي هو البيتي بان في سمسم وصغنون يعني حلو، حلو قوي للمدارس، حلو قوي للعشاء والفطار والحاجات الاطفال الصغيرين اللي بيمسكوا سندوتشات بالعافيه دول. الكيس ده ب 14 جنيه في 8 ترغيفه، 8 ارغيفه. اه بصوا بقى جبنا دوت تقريبا 9.5 والتاني ب 10، او دوت 9.5 وده 10 الكيسات. لا ما هقول لكم بقى على حاجه، انا برضو افتكرت زي مروان كده العيش اللي هو بيبقى زي التورتيلا كده مكتوب تحت الرفوف بتاعتهم 9 جنيه 9.5 10، فانا قلت لا ده لقطه بصراحه. المهم لا سعره في الريسيت 33 جنيه الكيس اللي هو فيه كام رغيف؟ فيه خمسه ممكن يعني او كده ب 33 جنيه. انا جبته ليه؟ جبته عشان صحي، جبت الشوفان وجبت اللي هو الشعير، دول هشيلهم في الفريزر مش هستخدمهم دلوقتي، او يعني للبيت ولحد بيجي لي دايما بيحب اكل صحي فانا ايه جايباه عشانه بصراحه والله العظيم. شعير وشوفان ب 33 جنيه والواحد تقريبا فيه خمس ترغيفه، في من نفس النوعيه دي بس مجمد في الفريزر بتاع المجمدات، بس بيبقى دي ابيض تمام كده. بس احنا تقريبا خلصنا يا مروان كل حاجه، فاضل دي فاضل الجبنات هجيبها من الثلاجه وارجع لكم. بصوا بقى احنا جبنا الجبنات اهي، انا ما جبتش غير الثلاث حاجات اللي انتوا شايفينهم دول، جبت اللبنه من مزارع دينا طعمها حلو، طعمها حلو مقبوله بصراحه، ومثلا عندي ما شاء الله بتحبها وكريمي كده وجميله قوي. طبعا مقارنه بالحاجات المستورده اللي انتوا عارفينها فرق كبير 100 جنيه تقريبا، فدي سعرها 56 جنيه او 55. دي بتبقى مثلا كام جرام هقول لكم؟ طبعا لو طبيعيه دي اهم حاجه عندي ان هي تبقى طبيعيه 100%، مش عارفه اجيب كام جرام بس هي مثلا هتطلع 200 جرام تمام. وجبنه اللي هي الجبنه دي جبنه حلوه جدا، انا كل ما اروح فتح الله لازم اجيبها، جبنه كيري طبيعي طعم الشيدر طبيعيه 100% تمام. الكيلو منها ب 125 جنيه، الكميه دي بحاجه و50. جبنه طبعا الجبنه التركي القديم ب 234، ايام ما كانت ب 90 كان الواحد مستغليها، دلوقتي بقى المهم دي ب 234 جنيه. اخر حاجه جبناها وهي اللبن عشان اقول لكم على اسعار المكرونه لا دي انا عايزه اشيلها دلوقتي لما اجربها ان شاء الله. جبت جهينه، جبت ازازه واحده بس عشان الفطار بتاع الولاد، احنا بنجيب اللبن الجاموسي السايب تمام، بس احنا قلنا نجيب ازازه واحده عشان الولاد بيحبوا ياكلوا بيها اسمه ايه في الكورن فليكس صح، ولو حطيتها على شعريه على على كسكسي شاي بلبن وشاي بلبن عشان ما ينزلش قشطه. انا ما بحبش قشطه اصلا اللبن ده، ايوه ما بيحبوش القشطه للاسف، فانا لازم اصفيها بمصفى. المهم بقى الجهينه ده كان بكام يا مروان؟ كان ب 35 جنيه تقريبا اللتر اللي انتوا شايفينه ده صح يا مروان؟ ما اعرفش ما شفتوش. 41 جنيه ونازل عنه خصم 3 جنيه يعني 38 جنيه تقريبا تمام. دي كده كل الحاجات اللي احنا جبناها. بالنسبه بقى للمكرونات انا عندي اصناف من المكرونات، عندي ريجينا جبت الشكل ده اللي هو قواقع كده صدف تمام، وجبت منها لسان العصفور بس. ريجينا بقى بكام؟ وستار
اه انا عارف ريجينا دول ب 18 جنيه، الكيس ال 400 جرام ب 18 جنيه، الكيلو ب 41 جنيه 41 جنيه في المكرونه والله العظيم، بس انا ما جبتش كيلو خالص، ولو هجيب كيلو كامل هجيبه من الانواع العاديه للاسف. تمام، جبت بقى المطبخ النوعيه الثانيه، المطبخ جبت 2 شعريه 400 جرام، اه 2 شعريه دول الواحد ب 12 جنيه 12 جنيه، لكن رجينا 18. جبنا بقى كيس ستار، ستار دي اول مره اجربها في حياتي على فكره، من الانواع اللي انا ما كنتش بقرب منها لا هي ولا الملكه بصراحه، يعني مش عارف. المهم دول كيلو، الكيلو بقى بتاع ستار بكام يا مروان؟ الكيلو بتاع ستار بكام؟ الكيلو ب 28 جنيه. خلاص دي الحاجات اللي احنا جبناها. عايز اقول لكم على حاجه، فلتر تانك ده ب 199، يعني ب 200 مش 190 جنيه، 199. بس مش قادره اقول لكم بقى ان الحاجات دي اهو خاليه من اللحوم، والريسيت بمبلغ يعني، فربنا يا رب يرحمنا برحمته ويطعمنا يا رب ويبارك في ارزاقنا جميعا يا رب العالمين. ده الواحد بيترجى من الدنيا والله العظيم، مش عايزين ناكل كتير، مش عايزين يعني نجيب حاجات مبالغ فيها ولا حاجات غاليه، بس احنا محتاجين الستر والصحه والبركه يعني. ربنا لو بارك في الحاجات البسيطه دي ان شاء الله يعني ربنا يجعل فيها كده المنفعه. بس دي المشتريات اللي انا جبتها النهارده، وتعالوا نكمل بقى اليوم لان انا ورايا النور هيقطع. يلا يا مروان.